على الورق عادي زي ما بشتغل في لوحاتي. يعني انا بشتغل بالوان اكريليك فما بيستحملش قوي الميه بتاثر عليه، فالورقه بتكرمش مني، ممكن لو ضغطت عليها شويه ممكن تتقطع بسهوله. فابتديت بعد كده اعزلها بمواد زيتيه وبعد كده اشتغل عليها بالالوان الاكريليك. البردي المراحل اللي اشتغلتها عليه عشان اعزله وعشان اشتغل عليه طلعت لي حاجات مختلفه ظهرت في الشغل نفسه، فهيبقى نفس الموضوعات اللي انا بتناولها مثلا، ولكن لون الورق الاصفر القديم اللي يعني بيبين لي، يعني ممكن يكون رمز للاصاله لان هو الورق جديد ولكنه بيبان شكله كانه قديم جدا، فبعض الاجزاء بسيبها زي ما هي فبتاثر، فممكن تكون دي نقطه جديده. شعوري مبسوط جدا لان التجربه حلوه ومبسوط اني عملتها، وان شاء الله تبقى ان شاء الله العمل تعجبكم.